أنهار من الحمم ودمار خلفه بركان لا بالما في يومه 62. هذا البركان الذي بدأ في 19 من سبتمبر ولا زال سورانه مستمر حتى الآن. هذا البركان غير حياة الناس هناك وحول الجزيرة السياحية جزيرة لا بالما الجميلة في جزر الكناري الشهيرة ذات المروج الخضراء، حولها إلى دخان وثوران وزئير ورماد وغازات ثاني أكسيد الكبريت السام تنبعث في الهواء. ووصلت حمم بركان لا بالما إلى المحيط الأطلسي حفاظا على حياة الناس. قامت السلطات الأسبانية متمثلة في الشرطة والجيش بعمل منطقة حمراء محظورة لا يتم الدخول في محيطها حول بركان لا بالما، وتتابع السلطات عن كثب قياس الغازات ونسبتها وبالأخص ثاني أكسيد الكبريت السام في محيط البركان. وعلى العموم فإن جودة الهواء في هذه المنطقة ليست جيدة، وهذا البركان يهدأ قليلا يهدأ أياما مثل ما حدث الأسبوع الماضي، ويعاود الانفجار والثوران والزئير، حيث أنه ليلة الأربعاء الماضية فقط أحدث البركان 90 زلزال في 7 ساعات فقط، تتفاوت قوتها حتى تصل إلى 4.7 درجة بمقياس ريختر بعمق 39 كيلو متر تحت سطح الأرض. وهناك حديث أن السلطات الإسبانية كانت تنوي تفجير هذا البركان عن بعد باستخدام الديناميت أو المتفجرات لإخماده وإيقاف ثورانه الذي دخل على شهره الثالث على التوالي. لكن على الجانب الآخر المتخصصون في الجيولوجيا وعلوم الأرض يرون أن هذا الخيار خطير جدا، ومن الممكن أن يتسبب في آثار عكسية مدمرة، من الممكن أن يحدث انفجارات أكبر وحدوث ما لا يحمد عقباه. إنها كارثة لا بالما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله العظيم وبحمده، سلم يا رب سلم، سلم البشرية من هذا الثوران، نعوذ بالله من حر جهنم. شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله.